الفكرة جات بعد يعني بعض الصحفيين قالوا على الموقف نتاع فرنسا، قلت باعتباره موقف مشين ومنحاز كومبليتمون لإسرائيل. فهمت في نفس الوقت خرجت على المواقع، انا مشيت طول نظمت على ان جروب على الفيسبوك، فهمت ودعيت الناس باش يتحركوا، فهمت انه نجيو لهنا، فهمت باش نحتجوا على الموقف الفرنسي ولكن على المشاركه نتاع الاحزاب التونسيه وممثلي الشعب التونسي اللي نهار كامل هما يحكيوا لنا على فلسطين وما فلسطين، وفي الاخر هما الكل هنا توا قاعدين يتعشاو ويحتفلوا بالموقف الفرنسي المشين. الشعب يريد تجريب التطبيع، الشعب يريد تجريب التطبيع. انا علاش هوني؟ على خاطر نراف الاولاد الصغار قاعدين يموتوا، على خاطر نراف البومبات طايحين على ناس اللي ما عملوا حتى شيء، على خاطر ماهوش ممكن باش نقعدوا ساكتين اولون. انا ما نجمش نحط الفرنسيس الكل فرشكاره، وكل فرنسيس ولا الامريكان ولا الانجليز ولا لي كنديان، خاطر لو مينيستر كنديان لو بروميير مينيستر كنديان اي اون تري موفيز بوزيسيون. جو مو دي يزينا الناس يتفرجوا في الماتش، وين بعد ما وفى الماتش البارح فما شكون حط في الفيسبوك قولوا لي اش صار في غزه؟ ما صار شيء، ماتوا الصغار ولا ماتوا قعدوا وحدهم، وماتوا الكبار ما عندهمش مشاكل ما عندهمش باش يشدوا. واحنا مستدعين الناس في ال 14 جويي باش ياكلوا ويشربوا ويقعدوا مع ناس مع ديننا. وسواري بوتي فور اللي غزه سي ان غران فور. يا شهيد لا تهتم فلسطين تفدى بالدم، يا شهيد لا تهتم فلسطين تفدى بالدم، يا شهيد لا تهتم فلسطين تفدى بالدم. جينا لهنا مع الاسف نتفاجئوا ب ان ديسبوزيتيف سيكوريتير ما ريتوش نهار 14 جانفي، يعني فهمت نهار اللي هبطنا نهار 14 جانفي للشارع الحبيب بورقيبه البوليسيه كانوا اقل من هكا، فهمت؟ وهذا يدل انه الحكومه الحاليه يعني موقفها هي تشارك تو في الاحتفالات هذه وزيد موقفها يعني مشرف. انا نقول حاجه برك، اذا كان عندي ميساج فهمت، حتى ولو كان فما تو 200 ولا 300 شخص فهمت، احنا فرحانين وما زالت التحركات فهمت، وتجموا تابعوا على الصفحة بإذن الله اليوم وغدوة باش تسمعوا بتحركات أخرى في إطار الموقف المبدئي لنصرة شعبنا في فلسطين. والعميل على برا، لا مصالح عدوانية على الأراضي التونسية، لا مصالح عدوانية على الأراضي التونسية. الفرنسيس والأمريكان شركاء في العدوان. احنا جينا هوني باش نقدم يعني باش نقولوا ميساجنا للفرنسيس وحتى التوانسه الخونه اللي دخلوا لسفاره فرنسا اليوم.